بنص البحر عاصفة قوية وباخرة عم بتصارع الموج. كابتن جاي عاصفة تانية. بهالظروف القاسية الله يخليك التقوى جبين التقوى حياتك كتير تعبان. بين جهاد اللي راجع بعد غربة طويلة يستلم ورثة بيت خلى عن ابنه الوحيد ليرضي رغبات مرته الصبية. شبابي ضيعته ماما، ثروة إلنا ومن حقي. بدنا نشوفه قبل ما تموت. وأنور اللي راجع لحضن أم مش بقي لها غيره بهالدنيا. جهاد شو صار لك؟ موت بيتدخل فجأة. بيخلط الأدواء. هذا دفتر مسكراتي. يترك أمينة غالية بين إيدين شخص اللي رح ينطلب منه أقوى بكتير من إرادته. الينابيع يومياً 6:30 المساء على LBC I دراما ابتداءً من 25 تشرين الثاني.